تحية ليك كابتن اسلام الشاطر ولكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال ملعب الاهلي. الاهلي اليوم في مواجهة قوية ومرتقبة وبمعنويات مرتفعة، الاهلي وبتروجيت على استاد بترو سبورت، الجولة 26 من بطولة الدوري العام في تمام الساعة 7 مساء. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق اليوم 48، وتواجده ان شاء الله بعد الفوز النهارده اللي بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا والجهاز الفني، 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا في ترتيب النادي الاهلي يصل بيهم الى المركز الثاني ويبقى فارق نقطه وحيده عن المتصدر في جدول بطوله الدوري العام. ان شاء الله باذن الله المسانده الجماهيريه النهارده لجمهور النادي الاهلي ليكون متواجد بكثافه النهارده. تنظيم النادي الاهلي لهذه المباراه، اعضاء الجمعيه العموميه، يا دعوات وزاره الشباب والرياضه، الكل ان شاء الله يكون متواجد خلف النادي الاهلي في هذه المباراه. على المستوى الخاص للاستعدادات الفنيه، انهى بالفعل النادي الاهلي استعداداته تحت قياده مستر مارتو لاسارتي المدير الفني، تدريبات كانت مكثفه على استاد مختار التتش، تصحيح الاخطاء هي كانت سمه التدريبات خلال الايام الماضيه، تركيز خاص مع رمضان صبحي لانهاء الهجمه الفينش، كابتن اسلام يمكن مركز عليه بشكل كبير مستر مارتن والجهاز، هجمات استغلال انصاف الفرص اتيحت ان يبقى في هدف واثنين وثلاثه لابد اللعيبه تشتغل على كده، تدريبات كانت قويه، حذر اكثر من مره مستر مارتو لاسارتي كل اللاعبين في الالتحام القوي، في تدخلات بتبقى قويه جدا لكل اللاعبين، ده بينعكس ان الكل عايز يكون متواجد في التشكيل الاساسي، الكل بيلعب بروح وجديه قويه جدا خلال التدريبات. خسرنا شريف اكرامي وعمرو السوليه، 2 من اللعيبه طبعا المؤثرين الاهلي بعد يمكن غياب شريف او خروجه من التدريب الاخير، مزق فيه السمانه، عمرو السوليه ايضا كمان شد فيه العضله الاماميه، بينضم لوليد سليمان وحسام عاشور ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد محمود، لاعبين طبعا يمكن في مرحله التاهيل، لكن اخر المصابين هم شريف اكرامي وعمرو السوليه اللي بنتمنى لهم ان شاء الله العوده سريعا للمسانده القويه لفريق النادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه وايضا كمان في تم اختيار 20 لاعب للنادي الاهلي لهذه المباراه، في قائمه تتكون من الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، رامي ربيعه، علي معلول، احمد فتحي، هشام محمد، كريم ندبد، رمضان صبحي، حسين الشحات، وحمدي فتحي، ناصر ماهر، مروان محسن، وليد ازارو، وصلاح محسن، جونيور اجاييه، وجيرالدو. يمكن زي ما بنقول وبناكد كل مره اختيارها في القائمه بتكون جاهزه بدنيا وفنيا وطبيا لان المباريات متلاحمه بشكل كبير، كمان النهارده عايز اتكلم معاك على ارضيه الملعب يعني عليها تلاحم كبير جدا وعليها ضغط كبير جدا، وهو استاد بترو سبورت ان شاء الله النهارده لعيبه النادي الاهلي تخرج المباراه بالاداء المميز وبالنتيجه المرجوه من فريق النادي الاهلي ودون اي اصابات ان شاء الله خلال هذه المباراه. ابرز الاخبار طبعا هي عوده احمد فتحي بعد غياب كبير خلال المرحله الماضيه، تاهيل يمكن احمد فتحي واحد من العناصر والركائز الاساسيه، وليد ازارو ان شاء الله باذن الله يكون له دور النهارده سواء يمكن تم الدفع بيه في الشوط الثاني او رؤيه طبعا مستر مارتن والجهاز الفني، لكن 2 من اللعيبه المؤثرين واللاعبين اللي عندهم خبره كبيره جدا خلال المرحله القادمه. النادي الاهلي عنده عقب هذه المباراه فيتا كلاب، مباراه في البطوله الافريقيه، محتاجين كل اللعيبه، عوده كل اللاعبين العاديين من التاهيل ان شاء الله كلهم باذن الله يكونوا مع فريق النادي الاهلي لمساندتهم وايضا كمان المسانده الكبيره في البطوله الافريقيه وهي الهدف الكبير لكل فريق النادي الاهلي. ايضا كمان نقطه مهمه هو سفر الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب انتهاء هذه المباراه مباشره مع الكابتن سمير عدلي المدير الاداري لفريق النادي الاهلي لترتيب كافه الامور في الكونغو. النادي الاهلي عنده مواجهه هامه في الكونغو طبعا فريق فيتا كلاب الكونغولي، مباراه يوم 9 مارس ان شاء الله باذن الله يكون فصل تام من الاشياء المميزه كابتن اسلام في الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي هو الفصل التام لكل بطوله، سواء بطوله الدوري بتنتهي بمباراتها بتغلق الصفحه تماما وبيستعد النادي الاهلي لمباراه اخرى وجوله تكون جديده في البطوله الافريقيه. ان شاء الله كابتن اسلام نكون مستمرين معاك كالعاده ومع مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، بننقل كل الاخبار وكواليس بعثه النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه، وان شاء الله مجرد وصولنا ملعب المباراه ننقل الاجواء، حضور الجماهير، ارضيه الملعب، وتشكيل فريق نادي بتروجيت والنادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام.